المرأة اللي ألهمتني ولليوم تلهمني أمي، لأن هي تسوي يعني تساعدني وايد. صراحة بدونها ما كنت أقدر أكون المكان اللي أنا فيه اليوم. هي أكيد مهم أن نحتفل بيوم المرأة العالمي، لأن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، ونفس الوقت المرأة تروح وتشتغل وتربي العيال. فأحس المرأة لها مكانة عظيمة يعني عندنا في المجتمع. فأحس أنه وايد حلو أن تشوفين الرجال والكل يحتفل بالمرأة بهاليوم.